الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الجمهور الحاضر من فنانين موسيقيين ذواقي لهذا الفن الشعبي هذا، أساتذة كرام، الإخوة اللي جونا من بعيد راهم سهرانين معنا اليوم، تحية خالصة للجالية المغتربة اللي راهم يتواصلوا معنا عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تحية خالصة لكم تحت غطاء هذه الجمعية الأم، هذه الجمعية العريقة بتاريخها وجذورها الفنية والتربوية. مرحبا بكم جميعا في هذه السهرة التاسعة من لمة الأحباب. أولا وقبل كل شيء نترحم على روح والد أخونا فراس وخال إسلام، أخونا إسلام شابلي ديدي زوبير الله يرحمه بالمقدم، اللي كنا رايحين نديروا الأصوات السمانة اللي فاتت ومن بعد ريبورتات، ربي يرحمه إن شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها نحن نلتقي اليوم في سهرة أخرى من هذه السهرات المباركة، سهرات هذا الفن الراقي في سهرة شعبية يوم راي سبيسيال حجوفية. أعطيونا تحية خالصة الناس حجوف. مع الشيخين الشيخ توفيق معيوف والشاب الواعد فايز صحوي. اليوم كما عندنا برنامج شعري شعبي من أداء وتقديم الشاعر الصاعد أخونا سيد أحمد جميلي. سيد أحمد أهلا والله، أخونا سيد أحمد مرحبا بك. وبالمناسبة فيما يخص المجال الشعري هذا والبيت القصيد، نترحموا على أخونا معمر وكنانس، معمر أخونا وكنانس رحمه الله من مدينة حجود ربي يرحمه إن شاء الله، الذي يبقى في ذاكرتنا بأقواله وأبياته الشعبية ربي يرحمه إن شاء الله. الشيخ توفيق معيوف من مواليد 1962 بمدينة حجود، كانت البداية في سنوات 2000-2001 مع شيخنا المهدي بن عبد الرحمن وبعض الموسيقيين، وهي بالنسبة له هواية. فنان يعشق التراث ويعشق القصيد، والله يرحم شيوخنا كاملين. الشيخ توفيق. الشاب الواعد رضوان فايز صحوي من مواليد 21 جويلية 1982 بحدود، بدأ يولع بهذا النوع من الفن الشعبي والأندلسي منذ نعومة الأظافر، وأحيا عدة أفراح كما عرف مراحل تدريجية تعلم فيها الآلات الموسيقية، ومنها الذهاب إلى عالم القصيد الشعبي. بدايته تعود إلى سنة 2003 كما أنه التحق بمدرسة سليمانية للطرب الأندلسي سنة 2009 بفضل رئيسها السيد خالد رحموني اللي حاضر معنا، أعطينا تحية إليه. وتعلم أصول هذا الفن العتيق على يد الأستاذ القدير تتوامان محمد الذي كان له نعم الأستاذ. نترككم مع الشيخين توفيق معيوف وفايز صحوي، وتحية خالصة للجوق المرافق له تحت قيادة ديدي معمر حمادي. Thank you.
Peace.
Yeah.
Thank you.
من حسن صوتها تزيد للقلب سرور من حسن صوتها تزيد للقلب سرور في منابر حرمها تمجيد ستار للقلب سرور من حسن صوتها تزيد للقلب سرور فاقد بجمالها على عذرات الحور يا ذكر جناني تنعني يا فارس الفخر يا باب الجناني يا سلطان البدر والبحر I'm not afraid.
واللوح والضياء والعرش الفوقاني الجمال قصور عالية وحب الرحماني يا سلطان البر والبحر والحب شوف الفرش مسألك سر همومك باني يا سلطان البر والبحر من سوقك أعلم منزله خلق الظهر فعوف القلوب يا من بيك الطفول يا الحلو وينيم بلا ماني تحضرنيهم بعد ينزلوا وتسلكهم يا سلطان البر والبحر جاوبهم ساعة باللقاء بالفرد والسنة محرقة يا مفتاح الجود وكما بيك الله عطاني انت يا سيدي ملك قائد علم شاني يا سلطان البر
وبس علي في قلبي والهنا تشرب تخدم بالصلاة عزية المرسلين. رسول الهدي عين الوجود محمدي الوجود محمدي
الشيخ فايز والشيخ توفيق، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. أمام الجمهور يعطيكم الصحة فريمون بوبليك ما شاء الله. حبايب بالمناسبة نشكر الناس اللي راهي تدعم فينا في هذه اللمة هذه الأحباب، يعني نبداوها من الجمعية الثقافية الرشيدية سيد محمد قيدة رئيس الجمعية. الناس اللي راهي تكوتيزي معنا اللي راهي تلم في هذه اللمة الشابة هذه، الناس اللي راهي تعاون فينا بالقليل وبالكثير وكذا، ربي يجازيكم إن شاء الله بالخير. نديرو اون بوز مع خونا سيد احمد جميلي. سيد احمد راه هنايا يدخل معنا. خذوا دعوة الوالدين، خذوا دعوة الوالدين في الدنيا تعيشوا مهنيين، هذه بصايت رب العالمين. الوالدين هما الفايدة وراس المال، يبعدوك على المهالك ويقربوك للأحلام. ما يكذبك حتى كذب، حياتك بلا بيهم تتعذب. سقسي شحال من فلان راه مغرب، كي تفكرهم تبات تقلب. العيال في قلب المويه ما تسكن، طيعهم تعيش رابح ولا تستغبن. خذوا دعوة الوالدين في الدنيا تعيشوا مهنيين، هذه وصية رب العالمين. يقولوا ولدنا هو المخير، إذا كنت جافي تولي محير. العين تدمع والقلب يتعصب، نعيشوا الظهر مردون ومصبر. إذا كنت عايش في الذيق، دعوتهم عند المولى تفتح الطريق. طيعهم ما دام لهم حيين، إذا هجروك ما تلقاك البحرين. قلب الدنيا ما تلقى اللي يفيدوك، هما في حياتك ما ينكروك. يدلوك على الخير وينصحوك، إذا مرت لا يغيبوا ولا يتركوك. إذا وصلوا يا من فرح ماذا بيهم تكون مرتاح. لازم نكونوا مع روحنا فايقين، الوالدين هما مو ملاينين. الشر يريب والخير يريب، بغير الوالدين ما عندك ما تصير. نطلبوا راحة البال، إذا كنا طائعين ما نوصلوا للمحال. يا زمان عليك القبيل كي سيد أحمد الهواوي راه يوصي. الله الدنيا تجري وحنا لاهيين، إذا غابوا الوالدين نعيشوا منسيين. في المجتمع الشرشالي من شخصيات رياضية ثقافية تربوية وفنية. اليوم راه قاوم معنا زوج شخصيات نكرموهم إن شاء الله. الشخصية الأولى تعذر أنه باش يكون معنا اليوم، الله غالب راهو شوية عيان أو شوية مريض في شافيها، وكاين الأخ نتاعه راهو لهنايا. يتفضل معنا ديكريبو بو يعقوب الأخ. سيدي محمد ان شاء الله نطلبوا الشفاء ان شاء الله شويه عيان، عينا شويه يسير باش نكونوا باش يجي معنا الله غالب. سيدي محمد بو يعقوب يعني كان من الاوائل اللي كان سار في هذه الجمعيه العريقه، هذه الجمعيه الرشيديه، وتحيه للناس كاع اللي دازوا على الباساج، كاع اللي دازوا على الجمعيه هذه، بينهم اللي مات واللي توفى وبنات وولاد، واللي مازالوا كومباتي واللي مازالوا غير باش يحافظوا على التراث هذا. فدي محمد كان حاكم المكتبه، كان حاكم مكتبه الجمعيه الثقافيه الرشيديه لزاني كمال، لزاني ديبي دي زاني 80 اوائل سنوات الثمانينات. يعني نوجهوا له تحيه في هذه المناسبه، اللي احنا كنا حابين وكان كان معنا، الله غالب الظروف ما قدرش يجي، راه شويه عيان. توصلوا الامانه وخلاص. يتقدم معنا السيد عمر طرفاني. تفضل معنا عمر طرفاني باش يكرم خويا.
تواصل معه أستاذ محمد عبيدة رئيس الجمعية الثقافية الرشيدية. تفضل معنا محمد. أعطونا تحية ديدي وهاب. تفضل معنا شيخ. تفضل معنا على بيش السر. والله تفضل معنا الشخصية الثانية وهو يعني كان جاز في الجمعية الرشيدية سنوات الثمانينات. هو كان رئيس الجمعية هذه وحتى بزاف لهذه الجمعية هذه باش ردت روحها وباش سارت في هذا المسار الثقافي. تحية خالصة للسيد عبد القادر المنحاني الأستاذ. تفضل معنا تحت تصفيقاتكم. تكرموا الشيخ وهاب. دور عندنا دور. هلا كنا عورها. دوري نقول تحية وصفر له الشيخ عبد القادر طول عمره ان شاء الله. هذه ممكن راهي حظك عبد القادر خويا. صورة تريزيم. ريح الشيخ يعني في كل سهرة رايحين تفكروا ناس رياضيين قدماء اللي بدوا الكثير لهذه المدينة هذه ماشي غير في الجمعية الرشيدية مدينة شرشال في المجال الثقافي والرياضي وايضا في المجال الفني ان شاء الله. ان شاء الله ربي يطول العمر وربي يفتح علينا هذا الوباء هذا ربك معمر كله. نعاودوا نرجعوا صحبة سرير حيقها يقرأ سياري
Thank you.
بيت في الشتاء ريح دافي. I'm gonna make it.
يا مولاي 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 يا مولاي
Thank you.
عدول من يبوس الهوى المشاه Thank you.
الدور عمل بالضبط الغمجات تحت حجلها والحياطي والسريات شغل الدور والمسايد والمقصورات والثرية والمصابح النقودات شغل المكبر عمل برص وعرصات والخل والورش
Thank you.
Thank you.
Thank you.
زينا شويه يا ناس شرشر يعطيكم الصحه. عاشق مجدد في حب الرسول مولاي محمد الله المنازل عاشق مجدد عاشق مجدد في حب الرسول سيدنا محمد صلوا على محمد صلوا عليه وزيدوا يا معشق محمد الله يكفينا بيدود لهواوية منين جاك في القلب منين جاك لهواوية منين جاك جاني من فاس يا خويا الهواوي جاني من فاس يا خويا الهواوي الهواوي منين جاك الصباط منين جاك الهواوي منين سياس منين جاك لهواوية منين جاك سياس منين جاك جاني من فاس يا خويا الهواوي جاني من فاس يا خويا الهواوي بالقلب من جاك لهواوية من جاك بالقلب من جاك جاني مرباط يا خويا الهواوي جاني مرباط ها يا خويا الهواوي هم دخلوا ليستار جاوي زاهر على تيرو جنوات يسمع سوستار باب الواد صغار اولاد سيدي عبد الرحمن نسبه سلطان باب الواد صغار اولاد سيدي عبد الرحمن ارواح معايا اجي معايا تشاهد لعب الزين العاصفه في اجي معايا تشاهد لعب السين
وصحة. تحية سيدنا، تحية للجوك المرافق، الجوك قيادة جديد معمر حمادي، يعطيك الصحة الله يطول عمرك. زيد عمر كنا صغار كنا نجي نشوفوك مع الشيخ عيسو، الله يبارك، الله يطول عمرك إن شاء الله، بركة الله يسلمك. تقدم معنا الشيخ توفيق معيوف، تفضل معنا لهنا يا ريحوا في الأماكن تاعكم، الله يسركم، الله يسلمك، ما شاء الله فوق باهي، الله يسلمك. كان وحده الغيور كي كان يغني على اليوسف طفى علينا الضوء وحده الغيور. صحاب سيان قالوا يتفضل معنا الشيخ توفيق معيوف، قرمش يتفضل معنا الحاج عزيزي الحاج معمر العيشي، هاتي الله تسلمك عليه، تفضل معنا. البركه هنا محمد بن شريفه، تفضل معنا لهنا باش تكرموا الشيخ هنا محمد بن شريفه، اعطونا تشكر عليه. الحمد لله نتقدم بتحدينا الخالصه للناس اللي فقدتوهم في هذا الشهر وهذه الايام، ونطلبوا من ربي ان شاء الله يرحمهم ويغفر لهم ويغفر جميع المؤمنين ان شاء الله. ثانيا اشكركم على هذا الاستدعاء والاستضافه، بارك الله فيكم، وان شاء الله تقعد هذه اللمه لمه الاحباب ان شاء الله باتم معنى الكلمه، بارك الله فيكم ويعطيكم السلام. عاود نشكر الشيخ توفيق معيوف من مدينة حجون، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. يا سمام تفضل معنا يا سيد خالد رحمون، أو أنا شيخ، تفضل معنا شيخ. مرحبا بناس حجون اليوم، ما نحبوش لهم وما نضردرهم على كل حال، ولكن موافين بهم وموافين بنا. تفضل معنا الشيخ خالد مارينغو، الشيخ رحمون رئيس الجمعيه الثقافيه السليمانيه، ويتفضل معنا الاخ محمد باحو، محمد باحو وانا تفضل معنا محمد خونا، عطينا الشيخ على محمد ليزونسيا يا ليزونسيا، تفضل معنا الشيخ محمد. محمد فوالا محمد علي الواحد، محمد بارك الله فيك اخ صوره تذكاريه خوان. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافه، وقت شباب حبينا نكون تماك ان شاء الله، كونوا في حسن الظن، ونشكروا ان شاء الله الشيخ اللي تعلمنا عليهم، وان شاء الله الطريق مازال طويل ان شاء الله، يعطيكم الصحه مره اخرى.